هذا عم تسوي له هذا لك انا اجي دي على راس عبد كيم مختار احمد داير شنو العمور مختار محمود احمد داير جونغا ورانيه مختار محمود شقد قاع المو على لا بروح له هاي نقع يا جونغل واي جونغل كمان ماشي بلكة يا رب أنا جل ما بلكة هذه نقع أو سويت ترجمة عط أسيب بس ما عطك سووا صارن نقع ما براد ما الحق ودي طب أنا الحين ودي معناها إنك ما دام أسي حبيتي بس قبل أجوتين بس ما رجوك هاي دين معناها عقل هذا بس ما نراني براد معناها اللي تكاس وين أساس تجي معناها قبل كاران جوك أو صافك جوك هو كم معناها أقول أصلا مثلا هل فيديو معناها زي كل عدد يسوى إذا تغني إذا جنيني بس ما جنيني يا معنا عد كاكا أنا دي لا تصفى منه أنا يسحب كاكا حتى أقوى حقا دا برو أنا قوص مسلا قارب أنيو فلانك أجي دين بكي دي ترواي يد كان تلايفن قرب له ما أفرد انت أول ما شاك عوجي في الجنجل سيكتا والله قايس باش انا مش حيوي ناقش على العو ما منه سان سونا سرا سان بنو سر كارن يا جونغ اسلاند بير جونغ لو اسلاند نيو بير جونغ لو اي اور تر كارن جونغ شحنا براز از دوينا ودينا نيو بير كارن اور جونغ له انا با تقوسي براز معناها كار احمر وينا ودو نيو شاح احمر وينا على انت لو خري لكن انا لك جونغ بهديو سوق على اي سوق على انت نيو بعي هذا